أفقها نور، نور النور للوحي وبالآي سرور، في القلب وفي الكون زور، نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الحبيب الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شفنا في الربع الماضي أحكام القتل والحرابة والسرقة في الشريعة الإسلامية، واللي كانت تفريع على قصة بني آدم. هذه الأحكام اللي هي أيضا أحكام شريعة بني إسرائيل، لكنهم خلوا هذك الأحكام وخبوها وبدأوا يحكموا بأحكام النفس والهوى. وفي الربع ديال اليوم إن شاء الله، هو الربع الثاني من الحزب 12، غادي يبين الله عز وجل بعض الأحكام اللي حرفوها أهل الكتاب لأنها ما كتناسبش الأهواء ديالهم. كيبدأ هذا الربع بتسلية للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذاك الشيء اللي كيلاقيه من اليهود ومن المنافقين اللي كيسارعوا في الكفر. يقول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذه الآية أعزائي نزلت في قوم اليهود إن يرتكبوا جرائم الزنا، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي بيهودي محمما، أي الوجه ديالو مثل بالحموم، مجلودا، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم، أي تسويد الوجه بالفحم، والجلد مكان الرجم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمه. ونزل الله تعالى هذه الآيات اللي كيفضح فيها المنافقين، وهما المقصودين بقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فهؤلاء المنافقون كانوا كينتظروا أنه ما يتجبرش في التوراة حكم رجم الزاني، فيتخذوا هذا الأمر عذر باش يبينوا داك الشيء اللي كيخبيهم الكفر، بعلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب عليهم وأنه غير صادق، لأنهم منافقون كيقولوا آمنا بالأفواه ديالهم ولكن الإيمان عمره ما لمس قلوبهم. كما أن هذه الآيات كتفضح اليهود اللي وصفهم الله تعالى بأنهم سمعون للكذب، والسماع هي صيغة مبالغة، أي الكثير السمع والاستماع هذاك الشيء اللي كيتقال له من الكذوب. فاليهود كانوا سماعين الكذب الأحبار ديالهم اللي كيزعموا أن حكم الزنا في التوراة هو التحميم، كما أنهم سماعون لقوم آخرين لم ياتوك. وهذا القوم الآخرون اللي ما جاوش لعند الرسول عليه الصلاة والسلام هم يهود خيبر اللي بعثوا للنبي بالسؤال وما جا منهم حتى شي واحد، حقدا ومعاداة النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. وخبر الله تعالى بأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والتحريف المقصود هنا أعزائي هو إبطال العمل بكلام ثابت في التوراة، بحيث هما لغاو الحكم ديال الرجم اللي هو ثابت فيها دون ما يحذفوه أو يعوضوه بغيره من الكلام. وهذا أشد جرأة من التحريف الآخر المذكور في سورة النساء لما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، اللي كان يعني كيحرفوا فيه كلام التوراة وكيعوضوه بكلام واحد آخر. أما في هذه الآية فمواضع الكلم مستقرة وأبطل العمل بها مع البقاء ديالها قائمة في التوراة، ولذلك قال تعالى: من بعد مواضعه، أي مع وجوده في المواضع دياله. فهما أبطلوا العمل بحكم الرجم في التوراة، ثم بعثوا بالمسألة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإلا افتلهم بالعقوبات مخففة أي يخذوا بها،
وإلا فتى لهم بحكم بحال هذاك الشيء اللي عندهم في التوراه ما غياخذوش بالحكم ديالهم. يقولون إن أوتيتم هذا، أي الأحكام المخففة اللي بتدعوها فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي حذروا من هذا الحكم، لأنه غيفتح عليهم الطعن في الأحكام ديالهم اللي كيحكموا بها، وأيضا الطعن في حكامهم اللي كيحكموا لهم بها. فلذلك كيبدا الله تعالى المواجهة ديالهم والرد عليهم بنداء حاني للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام للتسلية ديالو والتخفيف عليه من الحزن عليهم وعلى المنافقين اللي كيتربصوا بالإسلام والمسلمين. وكنلاحظوا أعزائي أن النداء ديال الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيا أيها الرسول، وماشي بالإسم ديالو المجرد كما نادى الله تعالى باقي الرسل والأنبياء بالأسماء ديالهم مجردة، يعني في مواضع كثيرة من القرآن، بحيث قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وقال تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال عز من قائل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ويا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال عز من قائل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أما سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فما نداهش الله تعالى بالإسم ديالو مجرد، بل نداه بالصفة ديالو يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، أو بالرسالة ديالو يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وحتى حين كيذكر الله تعالى الإسم ديالو كيذكر مقرون بالرسالة كقوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله، وهذا كله تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام. فكيهو الله تعالى في هذه الآيات من أمر هؤلاء بأنهم وقعوا في الفتنة ولا سبيل الإخراج ديالهم منها بموعظة أو إرشاد، لأن الله تعالى ما بغيش يطهرهم أو يشرح الصدور ديالهم للإيمان والتقوى، لأنهم دنسوا قلوبهم بالكفر ويديهم بالتحريف والألسنة ديالهم بالكذب، فالجزاء ديالهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا جزاء الفاسدين المفسدين لما كينتهيوش من سماع الكذب وأكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت، وهذا تأكيد من الله تعالى بأنهم كيبالغوا في سماع الأكاذيب وكيبالغوا في أكل السحت، بحيث ما كينتهيوش على هذا السلوك. والسحت أعزائي هو كل مال حرام، وتسمى سحت لأن مولاه ما كيباركش ليه الله تعالى فيه، فهو مال مسحوت أي ممحوق البركة. فالقلوب ديالهم فسدات بحيث ما كتحب شي وما كتطيق إلا الحرام من الأقوال ومن الأفعال، فلا مكان فيها للصدق ولا للحلال. وهنا كيخلي الله سبحانه وتعالى الاختيار للرسول عليه الصلاة والسلام لما يجيو للحكم والفتوى، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فإلا بغى يعرض عليهم وما غيضروه حتى بشي حاجة، وإلا بغى يحكم بيناتهم فليحكم بينهم بالعدل والقسط، ماشي بهذاك الشيء اللي كيرضي الأهواء ديالهم وشهواتهم. إن الله يحب المقسطين. وهاد الآية أعزائي فيها تخيير الحكام المسلمين في الحكم ما بين أهل الكتاب إلى حكموهم، فقد أجمعت الأمة على أن أهل الذمة داخلين تحت سلطان الإسلام، وأن عهود الذمة كتقضي بإبقاؤهم على الشريعة ديال الدين ديالهم في العبادات وفي الشؤون الجارية بيناتهم في المعاملة، وأما ما يتجاوزهم لغيرهم من المفاسد بحال السرقة والاعتداء على النفوس والأعراض والتظاهر بالمحرمات، فقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم كيجي على أحكام الإسلام، أي كيحكموا عليهم فيها بحكم الإسلام، لأننا ما عهدناهمش على الفساد، والله تعالى كيقول والله لا يحب الفساد. وهكذا فالله تعالى كيخير الرسول ديالو الكريم في هذه الآية في الحكم ما بين هؤلاء اليهود اللي حكموا في مسألة الرجم أو الإعراض عنهم، ثم كيستنكر عليهم الله عز وجل أنهم كيحكموا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم عندهم التوراة اللي فيها حكم الله تعالى اللي جاء القرآن مصدقا ليه، ثم يتولون وما كيرضوش بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فكيقرر في حكم تعالى أنهم غير مؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ فهذا استفهام فيه تعجب، فكيفاش يخليوا الكتاب ديالهم ويحكموا النبي عليه الصلاة والسلام وهما غير مؤمنين به، ثم يتولون بعد الحكم ديالو الا ما عجبهم شي؟ فالتحكيم ديالهم غير صادق، بل هو تحكيم صوري
باغيين به يوفقوا به الاهواء ديالهم، وبالتالي يجمعوا عدم الرضا بالشرع ديالهم وعدم الرضا بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن لا يحكم بشرع الله تعالى وما كيرضاش بالحكم ديالو فما يمكنلوش يكون مؤمن، وما اولئك بالمؤمنين. فكيفاش غادي يكون مؤمن اعزائي اللي كيرد الحكم على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى كيقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل من سولت له نفسه أن يرد الحكم على الله تعالى والرسول ديالو ويجادل فيه فهو أبعد ما يكون عن الإيمان. ومن بعد ما تكلم الله تعالى على التوراة وكل ما فيها من أحكام، جاء القرآن مصدقا لها وعلى عدم رضا المحتكمين للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، كينتقل الخطاب القرآني للحكام من بني إسرائيل اللي هم الأحبار والرهبان. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والتوراة أعزائي هي اسم الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، هو اسم عبراني الأصل ديالو التورا بمعنى الهدي، وهو اسم الألواح اللي فيها الكلمات العشر اللي نزلت على موسى عليه السلام في الطور يعني الجبل، لأنها أصل الشريعة اللي جات في كتب موسى، فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى. واليهود كيقولوا سفر التوراة. فالله تعالى نزل التوراة لبني إسرائيل كتهديهم الله تعالى وكتنور الطريق ديالهم في الحياة الدنيا والآخرة خلال الأحكام والتشريعات اللي جات فيها واللي كيحكموا بها النبيون، وهم أنبياء بني إسرائيل موسى والأنبياء اللي جاوا من بعد منه، والذين أسلموا لله عز وجل، حيث كان الشرع ديالهم بحال شرع الإسلام لأنهم كانوا على الحنيفية السمحاء، فكانوا كيحكموا بأحكام التوراة والتشريعات ديالهم، فما كانوا كيبغيو بهذا الحكم إلا وجه الله تعالى. كما أن هذه الأحكام يحكم بها الربانيون، والربانيون جمع رباني وهو العالم المنسوب إلى الرب أي إلى الله تعالى، لأنه كيحكم بالحكم دياله وما كيبتغي إلا وجه الله عز وجل. وقيل هو العالم المربي اللي كيبدأ الناس بصغار العلم قبل من الكبار ديالها وكيحكم بها أيضا. وأما الأحبار، الأحبار هو جمع حبر بفتح الحاء والكسر ديالها، يعني يقال حبر وحبر، وهو العالم بتحبير الكلام والعلم أي التحسين دياله. وقد لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحبر الأمة، إلا أن المتأخرين من أهل اللغة يعني اقتصروا على حبر بفتح الحاء للتفرقة ما بينه وما بين الحبر اللي هو اسم المداد اللي كيتكتب به. والأحبار يعني لفظة لما كتطلق يراد بها علماء الدين اليهود، وذكرت في القرآن الكريم 4 ديال المرات، جوج مرات في هذه السورة اللي ما بين يدينا سورة المائدة، وجوج مرات في سورة التوبة. فالنبيون والربانيون والأحبار كيحكموا بأحكام التوراة لمن؟ للذين هادوا، وهم اليهود، يعني أن أحكام التوراة خاصة باليهود في الزمن ديالهم دون تحريف ولا تبديل ولا تأويل بغير حق، وإنما بهذاك الشيء اللي هو موجود في التوراة واللي هما مستحفظون عليه أي مستأمنون عليه بحسن الفهم ديالو حسب ما دلت عليه الآيات ديالو وبتبليغ ديالو للأمة على ما هو عليه بدون تحريف. ولذلك أحبتي تبدلت أحكام التوراة من بعد موت الأنبياء والأمناء لأن المستأمنين عليها بشر. فقد سئل القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال لأن الله تعالى قال في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم، وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد الله تعالى بذاته العلية بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن. الله أكبر، سبحان من هذا كلامه. ثم قال تعالى وكانوا عليه شهداء، أي النبيون والربانيون والأحبار كانوا شهداء على كتاب الله تعالى، شهداء على الحفظ ديالو من تبديل، ولذلك كيأمرهم الله تعالى بعدم الخشية والخوف إلا منه هو سبحانه، وأنهم ما يخافوش من الناس ويرضيوا الأهواء ديالهم وبالتالي يحرفوا ويبدلوا ويخبيوا الحقيقة ديال الإسلام وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه سبحانه كينهاهم أنهم يشتروا بهذا التبديل وبهذا التحريف والسكوت على الحق وكيتمان ديالو ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهم مستحفظون على الكلام ديال الله عز وجل، والحفيظ على الشيء هو الأمين عليه، فما كيخاف حتى شي واحد، ما كيخاف حتى شي واحد في الأداء الأمانة ديالو، وإنما كيخاف اللي استأمنه. فلا خشية إلا من الله تعالى ولا حكم إلا لله وبما أنزل الله، وإلا فهو الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وهذه الآية أعزائي وإن كانت تحذير الأحبار وعلماء وقودة اليهود فهي أيضا تحذير للمسلمين من كتمان الحق والحكم بغير ما أنزل الله مقابل عرض من أعراض الدنيا. ومن بعد هذه التفاتة الأحبار وعلماء اليهود وهذا التوجيه والتحذير لهم والمسلمين كيعرض الخطاب القرآني نموذج من الأحكام الواردة في التوراة. كيقول عز من قائل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلا فرق في هذا الحكم ما بين العبد والسيد، ما بين الفقير والغني، ما بين الشريف والوضيع، ما بين القوي والضعيف، بل هي المساواة. أحبتي الكرام، من يختار الله تعالى حكم القصاص لأنه حتى هو من الأحكام اللي خالفوها اليهود وما عملوش بها. فاليهود في المدينة قبل من الإسلام كانوا حتى هما دخلوا في حرب وعات لأنهم كانوا متحالفين مع الأوس والخزرج. فتحاربت قريضة والنادير وانهزمت قريضة، فشرطت النادير اللي انتصرت على قريضة أن الدياد النادير تكون ضعف ديال الدياد القرادي، وأن القرادي تقتل بالناديري وأن الناديري ما يتقتلش بالقرادي لأنه من القبيلة اللي انتصرت. فبين الله تعالى من خلال هذا الحكم تحريف ديالهم للتوراة بحيث تكتب عليهم فيها أنه لا تفاضل في القصاص، فهو حكم ما يمكن لهمش يجحدوه لأنه مكتوب عندهم في التوراة وموجود فيها. فالنفس المقتولة كتعود بنفس القاتل، والعين المتلفة كتعود بعين المتلف أي بالإتلاف ديالها، كذلك العين المفقوءة بالعين والأنف المجدوع بالأنف والأذن المسلومة يعني المقطوعة بقطع الأذن. وهذا الحكم أحبتي هو في الجروح اللي كتكون عمد يعني ماشي اللي خطأ، وهو حكم احتفظ به الإسلام وزاد عليه فمن تصدق به فهو كفارة له أي أخذ دية مقابل الجروح أو التنازل عليها أي العفو على المعتدي. وهذا الشيء اللي ما كانش يعني في شريعة التوراة بحيث كان القصاص إلزامي وما كان فيه لا دية ولا تنازل، لكن الإسلام أضاف هذا الحكم. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية، هذا الحكم اللي فيه ترغيب في العفو ولكن أيضا يعني ما فيهش تهاون في القصاص، لأن التهاون هو ظلم للمعتدى عليه وظلم للشرع ديال الله عز وجل. فالقصاص أحبتي يعني تشرع لحكم عظيمة، منها الزجر ومنها جبر خاطر المعتدى عليه ومنها التفادي من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين أو من الأقوام ديالهم. فإبطال الحكم بالقصاص كيعطل كل هذه المصالح، أما العفو على الجاني فكيحقق هذه المصالح وكيزيد عليها مصلحة التحابب لأنه عن طيب خاطر. ولكن في حالة تشبث المعتدى عليه بحكم القصاص فلا بد من الحكم بما أنزل الله، وإلا فغيكون هذا ظلم في حقه. ولذلك قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والحكم بما أنزل الله تعالى هو أمر لكل أنبياء والأتباع ديالهم. تقول تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين اللي كيحكموا بالتوراة بعيسى بن مريم اللي بعث الله تعالى مصدق لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى وهذاك الشيء اللي جا به من التوراة بالحق والصدق ومؤيد للدعوة ديالو وحاكم بالشريعة ديالو وموافق ليه في أكثر الأمور الشرعية. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وهذا أمر للأتباع عيسى بالحكم بشريعة الإنجيل، هو أمر بطبيعة الحال سابق على مجيء الإسلام. ففي الآية تقدير أي وآتيناه الإنجيل اللي يعني فيه هدى ونور وموعظة للمتقين واللي هو مصدق لما قبله من شريعة التوراة، حيث الإنجيل هو عبارة على تعديلات وبعض الإضافات على شريعة التوراة. وقلنا له ليحكم أهل الإنجيل، فهو إذن يعني هو أمر خاص باللي ترسل لهم عيسى من اليهود والنصارى في زمان البعثة ديالو إلى بعثة الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي فسقوا وخرجوا على الأمر ديال الله عز وجل في عدم تحكيم الشرع ديالو. فهو تعالى الرب والإله والخالق الرازق اللي خصو يتعبد بوحده، وهو أيضا الحاكم المشرع اللي خصو يتحتكم بالحكم ديالو بوحده. ومن بعد الحديث على إنزال التوراة والإنجيل كيوصل الخطاب القرآني أعزائي للحديث على إنزال القرآن الكريم لبيان أن القرآن جاء ناسخ لما قبله، وأن مؤاخذة اليهود على أن ترك العمل بالتوراة والإنجيل مؤاخذة لهم بعملهم قبل من مجيء الإسلام، وأما من بعد مجيء الإسلام فلا حكم إلا بالشريعة ديال الإسلام والقرآن. وهذا فيه تيئيس لهم من أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يحكم بيناتهم بغير ما شرعه الله في الإسلام.
تقول عز من قائل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم هو مصدق لما في الكتب السابقة ومهيمن عليها، والمهيمن هو من أسماء الله الحسنى ومعناه العالي والرقيب. فالقرآن أمين وشاهد وحاكم على الكتب السابقة لأنه جمع أحسن ما فيها وزاد عليها في الأحكام والأخلاق وصحح لما أدخل عليها من أوهام البشر والانحرافات ديالهم. فهو الكتاب اللي كيتبع كل حق جات به الكتب السابقة فكيأمر به وكيحث عليه، وهو الكتاب اللي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب اللي فيه الحكم والحكمة، كما أنه الكتاب اللي أبطل كثير من الشرائع السابقة ونسخها لأنها كانت أحكام كتراعي مصالح جزئية مؤقتة لأقوام خاصة. فالقرآن هو رسالة الإسلام اللي هو الدين عند الله عز وجل، هو رسالة لكل الأمم وهو رسالة عالمية. وذلك كيأمر سبحانه الرسول ديالو الكريم بالحكم بما أنزل الله في هذا الكتاب العظيم، وما يتبعش الأهواء ديالهم باش يرضي قلوبهم المريضة والنفوس ديالهم المنحرفة، وبالتالي يخلي الحق اللي جا به الإسلام ونزل في القرآن الكريم. تقول تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما أنزل الله في القرآن واللي هو مهيمن على كل الشرائع اللي قبل منه، وبما أوحى الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وهي السنة، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه أن يحكم بغير شرع الله عز وجل، وإنما المقصود هو تيئيس اللي كيطمعوا في أنه عليه الصلاة والسلام يحكم لهم بهذاك الشيء اللي كيتشهاو، لأنهم وعدوا أنه إلا حكم عليهم بهذاك الشيء اللي تقرر من العوائد ديالهم وهذاك الشيء اللي حرفوه من الكتاب ديالهم غادي يأمنوا. فكيبين الله تعالى أن أمور الشريعة لا تهاون بها، وأن المصلحة ديال احترام الشريعة ما بين أهلها أرجح ومقدم على المصلحة ديال دخول فريق في الإسلام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة أو الشريعة معناها في اللغة الماء الكثير، يعني من نهر أو واد، وتسمت بها الديانة لأن فيها شفاء النفوس والطهارة ديالها، فهي يعني غزيرة بالخيرات. وأما المنهاج فهو الطريق والمنهج، فلكل شريعته والطريقة ديالو المنهج ديالو، ولا تساهل في حكم الله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإذا كانت الأهواء ديالهم في متابعة الشريعة ديالهم والعادات ديالهم فخليوهم وداك الشيء اللي تعودوا عليه وتمسكوا انتم بالشرع ديالكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان بغى الله تعالى كان يقدر أن الناس يكونوا كلهم أمة واحدة على دين واحد، يعني غير مختلفين، طريق واحد ووجهة واحدة، ولكن تعالى يعني رتب نواميس وجبلات وسبب اهتداء فريق وضلال فريق آخر، وعلم هذا الشيء كله علمه سبحانه وتعالى بحسب ما خلق فيهم من الاستعداد، فخلى اختيار طرق الخير أو الشر للعقول ديال الناس والكسب ديالهم. وهذا الاختلاف هو حكمة من حكم الله تعالى لابتلاء العباد فيما آتاهم من الدين والشريعة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فهو ابتلاء وتمحيص للناس فيما آتاهم تعالى من مواهب عقلية وعلمية لحكمة عظيمة، وهي أنهم يتنافسوا ويتسابقوا لطرق العلم الصحيح اللي كتوصل لاعتقاد صحيح في هالدنيا. تقول عز من قائل: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإليه سبحانه المرجع والمآل، فغينبئهم بهذاك الشيء اللي كانوا كيختلفوا فيه من الشرائع والأعمال وفق قبول الدين، فغيجازي أهل الحق والعمل الصالح وغيعاقب أهل الباطل والعمل السيء. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.